الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. القاهرة تقدم من الحياة، من الحياة، برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. صباح الخير يا حضرة الناظر. صباح الخير أفندم. أنا أحمد عبد الرحيم. اتفضل استريح. شكرا. انت ابنك مؤمن في دروسه، المدرسين بيشتكوا منه، كل ما يطلبوا منه كراريس اقلام او اي. محلي يا فندم. طبعا هتقول زي غيرك من اولياء الامور انا بذاكر له في البيت و... لا 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 يا فندم المساله. وهتقول انك طبعا بتشتري له الحاجات المطلوبه وهو بيضيعها. يا فندم انا قصدي اقول انا فاهم عايز تقول ايه، انما لازم تهتم بابنك، ما تسيبوش الحمل كله على المدرسه. المدرسه لازم تتعاون مع البيت في تربيه التلميذ، لكن اذا رميتوا الحمل كله على المدرسه يبقى غلط، كاننا ما عملناش حاجه. الحكايه يا حضره اسمع يا حضره اسمع، المدرسه دي عباره عن مركز اشعاع في البيئه، شمعه بتضيء المجتمع اللي حواليها. ايه الفايده ان المدرسه تولع الشمعه والمجتمع يطفيها؟ ايوه يا فندم انا فاهم. لو كنت فاهم يا حضره ما كنتش اجيبك هنا والقي عليك المحاضره دي، ولذلك انا حمضيك على اقرار تتعهد فيه انك تعتني بابنك. اتفضل ادي الورقه وادي القلم اكتب عندك. يا حضره الناظر، يا حضره الناظر انا جاي امضي اقرار بالقيام بالعمل. اقرار القيام بالعمل ده يا حضره تمضي في شغلك، لكن هنا ما هو هنا شغل يا حضره الناظر. احنا ما عندناش وظايف فاضيه يا حضره، المدرسين بتعينوا من الوزاره مش المدرسه. ما انا مدرس يا حضره الناظر. عظيم قوي عظيم، تبقى يعني مش محتاج للمحاضره اللي قلتها لك يا ابني، لكن ازاي بقى تبقى مدرس ومش عارف تربي ابنك؟ يا حضره الناظر انا ما عنديش اولاد، لسه ما اتجوزتش. الله، انت مش بتقول ان اسمك احمد عبد الرحيم، يعني والد التلميذ زكريا عبد الرحيم؟ ان ما كنتش انت ابوه يبقى مين امال ابوه بقى؟ اي حد تاني. امال انت تبقى ولي امر مين يا فندي؟ ولا حد. المساله وما فيها انك عايز تشتغل وفاهم ان المدرسه بتعين المدرسين. لا لا يا حضر، لازم تروح الوزاره الاول وتقول لهم وهي بقى اللي تعينك. بس هنا بس انا اتعينت مدرس هنا يا فندم. اتعينت هنا؟ امال ما قلتش من الاول ليه؟ انا حاولت اقول لحضرتك لكن. لكن ايه يا افندي؟ سايبني اتكلم من الصبح من غير ما تفهمني ليه؟ على كل حال حصل خير يا حضره الناظر. لا يا سيدي ما حصلش خير ولا حاجه، انت ضيعت من وقتي دلوقتي 15 دقيقه في عمل غير مجدي، يظهر ان الوقت ملوش اعتبار عندك يا افندي. على كل حال انا متاسف. وايه في للاسف بعد اللي حصل؟ الوقت غالي عندي يا ابني، الدقيقه لها ثمن. دلوقتي بقى عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان اسمي احمد عبد الرحيم، مدرس الرسم الجديد. شرفت يا ابني. كنت بتشتغل في اي مدرسه قبل كده؟ ما اشتغلتش، اول تعييني هنا. طب وماله يا ابني، ان شاء الله كده تكون ساكن قريب كمان من هنا. انا ساكن في البندر يا حضره الناظر. لكن دي مسافه كبيره قوي يا ابني، هتقدر تيجي وتروح كل يوم ازاي؟ طبعا يا حضره الناظر. طب خد بالك بقى من المواعيد، لازم تكون هنا قبل طابور الصباح. حاضر يا فندم حاضر. احنا نتيجتنا هنا كمان 100% ولازم نحافظ على المستوى ده. ها مفهوم يا حضرة الناظر. معاملة التلاميذ كمان تكون بالرفق والحزم معا يا فندم. ما يكونش عند سيادتك اي فكر يا فندم. ها انا متفوق في علم النفس وتحليل شخصية الطفل و دي كلها بقى علوم نظرية ما تقدرش تطبقها على التلامذة هنا، كلهم فلاحين من القرية دي والقرى المجاورة. هحاول يا فندم امزج بين التربية النظرية والعملية. طيب ورينا همتك بقى يا استاذ احمد. ان شاء الله يا فندم هتكون مبسوط. طيب روح بقى للاستاذ عيسى وكيل المدرسة، خليه بقى يمضيك على اقرار القيام بالعمل ويديك الجدول. بتقول انك مدرس رسم مش كده؟ ايوه ايوه يا فندم. طيب روح بقى قول له اوام حذاري من التأخير صباحا، لازم تحضر طابور الصباح. حاضر يا فندم حاضر. ايه يا احمد ياكو، عملت ايه؟ استلمت الشغل؟ ايوه ياما. ان شاء الله تكون مبسوط يا ضناي. لسه مش باين، المواصلات ياما هتكلفني كتير، البلد اللي فيها المدرسه بعيده قوي عن هنا وبركب لها مواصلتين. على كل حال نحمد ربنا يا ابني اللي معينوكش في مدرسه ابعد منه. هي يا ابني وقابلت الناظر. ايوه ياما، وباين عليه راجل شديد قوي. وانت يهمك ايه يا ابني؟ مادام قايم بواجبك محدش له عندك حاجه. تعرفي ياما
اول ما قابلني اتفتح فيا. تقوليش حنفيه؟ ليه يا ابني؟ عملت ايه؟ كان فاكرني ولي امر تلميذ شائع في المدرسه. انت مش قلت له انك مدرس؟ قلت له ياما، لكن بعد ايه؟ كل ما اجي اتكلم يقاطعني. طب والعيال؟ اشقيه قوي قوي ياما. ما انت كنت زيهم يا ابني، انت ناسي نفسك لما كنت صغير ولا ايه؟ بالعكس ياما والله، ده انا كنت ولد كويس جدا بعد ما دخلت اعدادي. على كل حال ربنا يقويني ياما، حاكم التدريس ده بيحرق الدم ويبوظ الاعصاب. ولا يهمك يا دناي. يلا يا حبيبي قوم اقلع هدومك على ما حضر لك الغد. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا اهلا يا استاذ بطاوي. هما الاولاد كانوا ملفين حواليك ليه؟ كلهم بيشتكوا من الولد سعيد مرسي. عارفه سعيد مرسي الله يلعنه، نازل طايح في الولاد. الظاهر ان ولد شاي قوي قوي. هو شاقب عقل؟ ده مزعج. لكن ليه كده؟ انا عارف لا ضرب نافع فيه ولا رد ولا طرد ولا اي حاجه. يبدو انهم دي اعوذ بالله. اعتقد ان الولد اللي بالشكل ده يمشي بالسياسه. سياسه ايه يا راجل؟ الكلام ده ينفع مع تلاميذ البندر، لكن هنا في الفلاحين سواء كان في البندر ولا في الارياف كلهم اطفال يا استاذ بصاوي. واعتقد كل علم النفس وتحليل شخصيه الطفل اظن فعلا انا كنت متفوق فيهم لما كنت طالب في المعهد. قول يا باسط، الكلام ده تقراه في الكتب بس، لكن تيجي تعمل بيه ما ينفعش. وهو مين اللي مؤلف الكتب دي؟ ها؟ ما هم اساتذه برضه وعملوا تجارب على الاطفال. دول اطفال بلا ذره، لكن احنا هنا شيء ثاني خالص. العيل لازم مطلوب معافره وجايباه هنا مش عشان يتعادل. امال جايباه ليه؟ علشان تخلص من شقاوته ونتحمله احنا. لا مش للدرجه دي. بكره تشوفه هو وغير سعيد الله يلعنه. طب حالته من الناحيه الدراسيه ايه؟ من الناحيه دي واد شاطر وجدع، ولولا الشقاوه اللي بتجري في دمه كان يبقى تلميذ ممتاز جدا. على كل حال بيقولوا ان الولد الهادي ما يبقاش طبيعي. امال الولد الطبيعي يعني ايه؟ المعفرط. فعلا فعلا اهو ده التخريف اللي على اصله. يقال ان الولد الشاي عنده طاقه ولازم ينفس عنها بشاوة، ولا يبقى زي وابور الجاز اللي تفضل تديله نفس من غير ما تولعه. يجراله ايه؟ يفق ينفجر. اهو ده اللي يحصل لو كان التلميذ هادي، ينطوي على نفسه ويكون عرضه للامراض النفسيه في المستقبل. انت بتاكل من الكلام ده يا راجل. طب هات واحد من علماء النفس دول وحطه قدامه ولد زي سعيد مرسي ده وشوف هيحصل له ايه. ده كلام بس بيكتبوه في الكتب، لكن لما تيجي تنفذه ما تعرفش. يعني حاولت؟ لا طبعا. ونحاول ليه؟ اذا كانت التجربه فاشله من الاول. سكوت، بقول سكوت. وبعدين معاكم بقى كل واحد يطلع كراسة الرسم والقلم والرصاص والاستيكه وعلبة الالوان. بس يا ولد انت وهو، عاوزكم دلوقتي ترسموا بلاص من الذاكرة. طبعا انتم عارفين البلاص اللي بنملى فيه المية يا استاذ. اهو قال لكم سعيد. نسيت اجيب قلم رصاص يا استاذ. طيب خد القلم بتاعي اهو اشتغل بيه. معاك استيكه يا استاذ. ما معيش. ايه نسيت تجيبها رخرة؟ ايوه يا استاذ. طب استعمل استيكه اللي جنبك. يلا يا اولاد ارسموا البلاص ولونوه. ها زي لون البلاص بالظبط. بس انا يا استاذ انا. انت ايه يا سعيد؟ اتكلم. ما جبتش علبة الالوان. امال جبت ايه؟ لا قلم ولا استيكه ولا الوان ولا اي حاجه ابدا. جاي المدرسه تعمل ايه؟ اصل يا استاذ انت يا اخي غلبتني معاك. خد خد. اي 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 حصل ايه؟ الواد سعيد. برضه سعيد. هو احنا مالناش شغل في المدرسه غير سعيد. اعمل ايه بس يا اخي؟ اذا كانت اساليب التربيه الحديثه ما نفعتش معاه. ايوه الصنف ده يجب تقويمه بالقسوه والعنف. انا مش قلت لك يا استاذ احمد كلام الكتب ده ما ينفعش؟ كان غيرك اشطر. اعمل ايه سعيد الضردي؟ لا استاذ بصاوي جاي فاضي من بيته. لا قلم ولا استيكه ولا علبه الوان ولا حاجه ابدا. جاي المدرسه يعمل ايه؟ ما مش عارف جاي المدرسه يعمل ايه. ما قلت لك امه بعتاه عشان تستريح من شقاوته عندها. يقوم يتشقى هنا؟ طب واحنا ذنبنا ايه بس؟ وعد ومكتوب علينا يا استاذ احمد. نعمل ايه؟ مالك يا استاذ احمد؟ مكتئب كده ليه؟ متضايق من نفسي يا استاذ بطاوي. ايه وايه اللي مضايقك؟ كفر الله الشر. ندمان
ندمان وندمان ليه يا استاذ احمد؟ ما كانش لازم اضرب الولد سعيد الضرب المؤلم ده. وانت زي الطبيب الجراح اللي بيجري اول عمليه جراحيه في حياته، انت لسه يا ما هتضرب وتبقى زينا كده وما تتاثرش بالضرب، تمام زي الطبيب لما يتاثرش بالعمليات اللي بيجريها بعد كده. لا لا يا استاذ بصاوي، كان لازم اشوف طريقه تانيه اعاقبه بيها غير الضرب. فين نظريات التربيه الحديثه؟ فين علم النفس؟ قلت لك الكلام ده ما ينفعش مع الاوغاد دول. لا ما كانش لازم اعمل كده انا. ايه؟ انا زعلان من نفسي يا استاذ بسطاوي ولازم اصالحه. تصالحه؟ طبعا. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا استاذ احمد؟ انت هتخسر علينا الاولاد ولا ايه؟ لا ابدا، انا مش هخسرهم ولا اي حاجه، لكن ضميري مش هيستريح الا لما اعرف ليه الولد ده ما بيجيبش الحاجات اللي بطلبها منه. اهمال؟ مجرد اهمال وعدم استحنة؟ ايوه، مش جايز يكون حاجه غير الاهمال. هيكون ايه يعني؟ دلوقتي هعرف. تعرف من ايه؟ انا قلت له يجي لي بعد ما يخلص الحصه. يعني هتعمل له البحث الاجتماعي اللي بيقولوا عليه؟ اه حاجه زي كده. والله يا الطفل انت وهو، انا رايح الحصه بتاعتي. انت ما هوش حصه ولا ايه؟ لا لا ابدا. طبعا اذنك. واد يا سعيد ادخل يا واد يا سعيد، شوف الاستاذ احمد عاوزك ليه يا واد. تعال يا سعيد. ايوه يا استاذ. تعال يا حبيبي قرب، ما تخافش مش هضربك. نعم. قولي انت ما جبتش القلم ولا الاستيكة ولا علبة الالوان ليه؟ اصل ما اشتريتهمش. انا مش منبه عليكم الحصة اللي فاتت تجيبوهم معاكم؟ ايوه، بس امي ما ادتنيش فلوس. امك؟ هو ابوك مش عايش معاكم؟ قال لي لما بيجي البيت. وانت قلت لامك؟ ايوه قلت لها. اتكلم يا سعيد، قلت لها ايه؟ أما المدرس بتاع الرسم قال لي بقلم وأستيكة وعلبة ألوان. وأنا أجيب لك فلوس منين يا ابني؟ ماليش دعوة، أنا ما أقدرش أروح المدرسة من غيره. يا ابني ما معيش، أعمل إيه بس؟ أضرب الأرض وتطلع بطيخ. السلام عليكم. نعم، جاي تاني ليه؟ الله الله، وفي واحدة تقابل جوزها بالشكل ده؟ أنت مش جوزي ولا عرب. ها؟ من إمتى الكلام ده؟ من يوم ما طلعت من شغلك بكيفك ولا بقيتش تصرف على البيت. اهو ابنك عاوز يشتري الوان، اجيب له فلوس منين؟ انت مش بتلقطي رزقك في البيوت؟ خلاص اديله. هو انت مخلي على قلبي ريحه المي؟ ما انت كل يوم والتاني تنط لي وتاخد اللي بكسبه كله. طب ابد البريزه. ما معيش يا اخوي، لو كان معاي كنت اديت للواد يشتري الالوان اللي عايزها. المدرس هيضربني لو ما اشتريتلوش اللي هو عاوزه. وانت لازم تتعلم يا اخويا في ايه لما تطلع زي ابوك. وانا ارضى؟ مش كفايه اللي شايفينه منك؟ تكونيش عاوزه توظفيه في الحكومه. ما يتوظفش ليه؟ ناقص ايد ولا رجل؟ لا ناقص فلوس. اخ لو تسيبني من غير اللي بتاخده مني كان يبقى فيه فلوس. وانا باخد منك حاجه؟ هي البريزه ديت اسمها فلوس؟ امال اسمها ايه؟ يا شيخ اروح انت ودنك في 60 داهيه. الله، بدل ما تروح تدور لك على شغله تكسب منه. واروح ليه؟ ما انا مبسوط كده. طبعا ما دام بتلاقي اللي بتديلك. ما هو البركه فيكي يا راجل. يا راجل تاكل من شقاولي يا غلبانه، دايره تشحت عشان تربي ابنك. لا ما بتشحتيش، انت بتشتغلي. احسن منك، قاعد لي على القهوه ليل ونهار وكل قرش بتاخده مني بتلعب به القمار. يا ولية عيب ما تقوليش كده، ده انا برضو جوزك. قلت لك لا انت جوزي ولا اعرفك. بسمعي، الله هلا على الجد والجد هلا هلا عليه، انت تقبي وتغطسي وتجيبي لي بريزه. اجيب لك منين؟ أنا ما عادش قلت حاجة. استلفي اتصرفي، يلا قومي. اوعى كده ما تقربليش. طب يلا اتصرفي. قوم أنت يا ابني، روح مدرستك. والقلم والأستيكة والألوان. بعدين يا ابني بعدين. بس أنا بقى قبلين. أنت ما تجيش بالذوق ليا وليا أنت، ها؟ ما بتجيش بالذوق ليه، ها؟ خدي. اهو ده اللي حصل يا استاذ. طب روح يا سعيد انت وادخل فصلك. مش هتتغدى يا احمد يا ابني؟ لا يما، نفسي مسدوده. ايه؟ ومسدوده ليه يا دناي؟ حد زعلك؟ لا لا لا، مفيش حاجه. امال مالك يا ابني؟ عاوز انفرد بنفسي شويه. ايه؟ تنفرد بنفسك؟
ايوه يا امه عن اذنك هدخل وقت واقفل الباب على نفسي. ايه اللي عملته ده يا احمد؟ انا عملت ما يملي علي ضميري. بعد ايه؟ بعد ما ضربته الضرب المؤلم ده؟ هو فعلا كان لازم اخده على جنبه واساله ليه ما جابش القلم والاستيكه وحيبة الالوان. لو كنت عرفت قبل ما تضربه انه فقير وان امه بتشتغل في البيوت وابوه عاطل وكل ساعه والتانيه ينطلها وياخد القشين اللي بتكسبهم ويلعب بيهم قمار ما كنتش عملت المعامله دي. فعلا كذب. انت ناسي ان ظروفك متشابهه الى حد كبير مع ظروف سعيد. لا انا غيره خالص كده. طب تعالى افتكر كده يوم ما جه جدك وقال لامك جوزك اتجوز يا ام احمد. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابو؟ ده اللي سمعته يا بنتي. لكن يابا ده راح البندر وقال ان عنده شغل هناك. الكلام ده حصل امتى يا ام احمد؟ من جمعتين يابا. وهو معقول يسيب بيته جمعتين من غير ما يسال عنه؟ انا قلت يعني. قلت ايه؟ انت على نياتك قوي يا ام احمد. انا لما لقيته اتاخر كده سالت عليه فقالوا لي انه اتجوز هناك. يمكن كذبوا عليك يابا. ومصلحتهم ايه في الكذب؟ واحمد ابني مين اللي هيربيه؟ هو ملزوم يصرف عليه. وده معقول يابا؟ ده ما كانش عاوز يخش مدارس خالص. هو الأولاني كان يتعلم يابا. ايه تقول ايه بقى؟ راجل ما عندوش ضمير. لكن ليه يعمل كده؟ ده احنا لا اتخانقنا ولا تعاركنا ولا حاجه ابدا. ولو ما كنتيش خلفت منه كنا قلنا نفسه في الخاله، لكن ربنا اداكم اهو احمد. انت يا احمد يا ابني شوف مين. خلي يما. ده ابويا يما. اوعي يا سكتي خليني اقف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الاخبار اللي سمعناها عنك دي يا عبد الرحيم؟ اخبار ايه؟ بيقولوا انك اتجوزت. وفي ايه دي؟ في ايه ازاي؟ طب وين وابنك؟ انسان على الواد انا جاي اخده معاك. تاخده ازاي يا كده زي ما بقول؟ وانا عملت فيك ايه يا عبد الرحيم عشان تتجوز علي؟ مفيش حاجه، انما يعني الظروف جت كده. لكن كل شيء له سبب. المساله وما فيه ان اتعرفت بواحده في البامبر ايوه كان نابولي ايه ورثته عن جوزها. ايه مسكينه ما لقيتش راجل يقف جنبها. قامت ملقتش راجل غيرك. هو كده. وما قلت لهاش انك متجوز ومخلف؟ قلت لها وردي تاخدني على عيني. تبقى واحده ما عندهاش اصل. قولوا اللي تقولوه. وجاي على ايه دلوقتي؟ جاي ياخد ابني. ها؟ تعمل به ايه؟ اعلمه صانع يقف معايا في المحل. لكن انا بربيه في المدارس يا عبد الرحيم. تعالى معايا. لا ما يروحش معاك. وهو معقول يسيب امه ويروح معاك؟ وماله فيه دي؟ لا ما يروحش معاك. اسمع يا جح تيجي معايا في البندر ولا تقعد مع امك؟ لا انا عاوز امي. عاوز امي. تعالى يا ضنا. اديك شفت بعينيك اهو. خليه عندكم خلوه امضغوه. روح الله لا يرجعك راجل قليل الاصل صحيح. عواد اهلا يا عم. مالك يا بنت؟ أنا تعبت أوي يابا، ما عادش فيا مروة خلاص، طول النهار أملا مية على دماغي للبيوت، لما دماغي اتقورت من الفلص يابا. معلش يا بنتي معلش، شكلي عيش مر. والأمر منه يابا، إن الواحدة تشوف ابنها عاوز حاجة، ولا تقدر تتجيب باله. يا ريت يا بنتي كان الحال مساعد، كنت خليتك قعدتي وصرفت تاني على ابني. معلش، ربنا ينتقم منه مطرح ما راح. سيبنا هنا لا قرش ولا حاجه ابدا. اللي ما بيسال على ابنه حد يرمي لحمه كده؟ مراته الجديده منسياه واجبه يا سيد. لكن احمد عامل ايه في المدرسه؟ شاطر وجدع والمعلمين بتوعه بيشكروا فيه قوي، وهو ده اللي مخليني مش مستخسره اللي بعمله علشانه ده كليه. ربنا يقويك يا ام احمد. ومن هو فين دلوقتي؟ جوه بيذاكر يابا. عاوز حاجه يا جدي؟ سلامتك يا حبيبي سلامتك. شد حيلك كده في المذاكرة. متخافش يا جدي، أنا باخد في كل حاجة 10 على 10، وفي امتحان الفترة 3 الأول على 10. أيوة يا ابني أيوة، أديك شايف أمك بتتعب قد إيه علشانك. إن كان على أبوه كان سابه يشتغل في أي صدى.
أعلمه ولا حاجة؟ لا يا جدي، أنا عاوز أشتغل مدرس. إيش معنى يعني مدرب؟ عشان أضرب العيال. العيال زيهم. أما أما شغلتي يما نجحت في الابتدائية. ألف نهار أبيض يا دنيا. الله ما شاء الله، مبروك يا أمي. حاجة كبيرة يا حبيبي. ربنا يبارك لي فيك يا أحمد. أما أما جرأة يا أحمد، رجع بدري المدرسة ليه؟ النظر طرد لي. لازم عملت حاجة. ابدا يا جد. امال طردك ليه من غير سبب؟ عاوزين الرسوم. رسوم؟ والرسومات دي تبقى ايه يا ابني؟ الرسوم ياما يعني رسوم للنشاط. لكن احنا ما كناش بندفع حاجة ابدا يا ابني. علشان كنت في ابتدائي، لكن انا دلوقتي في اعدادي. تتدبر يا حبيبي. وبعدين ياما. العمل عامل ربنا يا بنتي. الواد شاطر ياما. حرام نحرمه من التعليم. ادي الله، وادي حكمته. لازم نتصرف ياما. لازم نشوف حل، لازم نجيب فلوس. حل ايه؟ ما انت عارفة البير وغطاء. قالي خلاص يا الدنيا بقت في وشي. مين عارف يا بنتي، ربنا بكرة يفرجها. يفرجها منين بس يا خلي عندك ايمان بالله يا بنتي. ولو ما كانش عندي ايمان بالله كنت عملت كل ده. اسمع يا ام احمد. ايوه قول يابا، الحقني يابا، عندك حل يابا؟ ايوه، الحل الوحيد انك تاخديه وتروحي لابوه وتقولي له احنا سبناك السنين اللي فاتت دي ما طلبناش منك حاجة، ودلوقتي احمد كبر ودخل اعدادي ولا عادش عيلتنا حاجه عشان نصرف عليه. هو ده ياما. ايوه احمد. احمد يا ابني. ايوه ياما. روح البس هدومك يا حبيبي. حاضر ياما. اهلا يا ماح. اهلا بيك يا سي عبد الرحيم. ازيك؟ سلم على ابوك يا احمد. ازيك ياما؟ ما شاء الله كبرت اهو بقيت راجل. بتشتغل ايه دلوقتي؟ ما بشتغلش. اديني عفايه. لا بتعلم في المدرسه. سنه كام؟ خدت الابتدائيه ودخلت اعدادي. والله كويس، وعلى كده شاطر. اذا كان بيقول لك خد الابتدائيه ودخل اعدادي ما يبقاش شاطر ازاي؟ كده هاتها يا هات. بتشربيها ساده ولا عريح؟ لا ساده ولا عريح. بلاش، هاتي هاتي ازازه الازوز يا احمد افندي. احنا مش عايزين نشرب حاجه يا عبد الرحيم. طيب انت معلش، لكن هو ذنبه ايه؟ انا مش عارف. على كيفك، بلاش يا واد، هات لي تعمير. اهلا وسهلا، ايه اللي جابكم النهارده بعد الغيبه الطويله دي؟ انت سبتنا وكان احمد لسه صغير في سنه اولى، ومن سنتها وانا اللي بصرف عليه. ما هو برضه انت يعني الخير والبركه، مش انت ام احمد؟ ودلوقتي كبر ودخل اعدادي. مبروك. واعدادي دي يا عبد الرحيم يلزمها مصاريف وانا ما اقدرش عليه. جيب السبع ما يخلاش برضه. جيب السبع ما عادش فيه حاجه يا عبد الرحيم. ما تتكلم يا احمد يا ابني. المدرسه طردتني علشان ما دفعتش الرسوم. الولد شاطر يا عبد الرحيم، وعاوزك تنتبه له بقى. كويس دي، هنتبه له عملنا ايه؟ تصرف عليه. ايه؟ يعني مش كفايه خد الابتدائيه؟ ايوه هو خد الابتدائيه. نعمه من عند ربنا. احنا عاوزين اكتر من كده ايه؟ مش عارف يفك الخط، مش عارف تفك الخط يا هاش. يعني ايه فك الخط يابا؟ يعني تعرف تقرا زرعه وضربه. ده بيمسك الجرنان ويفك الكلام اللي فيه كلمه كلمه يا عبد الرحيم. طب عاوزه منه اكتر من كده بقى؟ عاوزاه يكمل تعليم، خساره يقف لحد الابتدائيه. ايوه يابا، انا عاوزه اكمل تعليم. نعم يا اخوي، تكمل تعليمك يا عبد الرحيم. ما تسيبوش عمل معروف، ده ابنك برضه من لحمك ومن دمك. انا ما سبتوش، انا حبيت اخده معايا، لكن انت برضه فيه وهو كمان ما رضيش. ابا انا عاوزه اتعلم يابا. ورأي جده ايه؟ جده بيقول لي علمي الصلاة. والله عائل، اهو ده الكلام المفيد. بقول لك الولد شاطر يا عبد الرحيم واختاره ما يكمل. والنبي يابا، عاوز اخد الاعداديه والتوجيهيه كمان. حيلك حيلك، هو انت يعني كنت ابن مين؟ ابنك يابا، ولما هتعلم هشرفك برضه يابا. يشرفني؟ لا يا اخويا انا متشرف داهش. اصل لو رجعت المدرسه من غير ما ادفع رسوم هيطردوا لي تاني. وايه اللي يخليك تروح المدرسه؟ انت تيجي تقف معايا هنا في الدكان. لا انا مش عاوز اشتغل. هي خلاص، خلي امك تصرف عليك يا عبد الرحيم. ده ابنك يا اخوي. هو انا قلت لك ايه؟ قلت لك مش ابني، لكن اعمل ايه؟ العين بصيره واليد عصيره، وراي جده في محله. طب قوم يا ابني، ربنا يساعدني واكمل المشوار لوحدي. تعرف يما، انا بكره ابوي وبكره جدي وبكره الناس كلها. لا يا حبيبي لا، ما تكرهش حد ابدا، اكره الظروف اللي احنا فيه. أنا كل اللي عايزاه منك حاجة واحدة بس. عاوز إيه يا؟ عاوزك ما تسقطش ولا تاني، وأنا مستعد أصرف عليك للآخر، وربنا يساعدني يا ابني. افتكرت يا أحمد؟ افتكرت؟ عرفت إن ظروفك متشابهة إلى حد كبير مع ظروف سعيد؟
ايوه افتكرت، معاك حق، ما كانش لازم تضربه قبل ما تعرف ظروفه. تأكد اني مش هكرر الغلطه دي تاني ابدا. سعيد يا سعيد. انا ما عملتش حاجه يا استاذ. انا عارف يا سعيد، تعال خد. ايه دول يا استاذ؟ قلم رصاص واستيكه وعلبه الوان، هديه من عندي. هديه؟ ايوه يا سعيد، بس شد حيلك واتجدعن، ومن هنا ورايح ابقى تعالى قولي على كل طلباتك. عزيزي المستمع، ان كان في حياتك قصه فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياه مراقبه التمثيليات بالاذاعه. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.